السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أمات منزلات. مرحبا وألف مرحبا بعشاق القفطان البلدي، بعشاق القفطان المغربي، بعشاق القفطان المغربي وبعشاق الصناعة المغربية بجميع الأنواع ديالها. مرحبا وألف مرحبا، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بألف خير. اليوم البنات جبت لكم موديلات كلهم ديال السلان، بزاف الاخوات كيسولوا على السلان. اليوم جبت لكم موديلات تاع السلان، غنوريكم ان شاء الله موديل 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 موديل، وفي نفس الوقت غنجمع يعني الدفعه الاولى ديال السلان راه كملات. الناس اللي دافعين حويجاتهم ديال السلان دابا راه تقريبا جوج الاسابيع ها هما وجدوا، يعني غتسمحوا لي ما نقدرش نبعثهم لكم اولا نرسلهم لكم غدا، علينا ما يتجمعوا لي الحوايج كاملين ونصيفط كلشي في مره واحده باش ما نبقاش نمشي ونجي الامانه البنات، باش الا مشيت نمشي في مره واحده لا شديت نوبه شدها على حوايج كاملين. مولات الجلابه اللي في الجديده حتى هي راه جلابه وجدات ديالك ديال الكحل في الكحل راه موجوده. كنتمنى من الله البنات الله يقدرنا والله يجعلنا يعطينا الصحة والبركة، والله يحفظ لنا وليداتنا الهلي ورينا فيهم شي حاجة اللي درنا، والله يحفظ لكم وليداتكم كاملين الأخوات. وغنبدا لكم البنات بأول موديل تاع السلان. بصراحة هاد السيدة حسنة ما نكذبش عليكم البنات، أنا باقية ما شايفاش وجهها ولكن أنا على يقين أنها ذواقة. خدمت واحد اللون في الكحل اللي شافو كيبان برونز، عرفتي شوف راه كاين اللي كيكون ذواق. نوريكم على كيف جا هذا البنات، راه غير خيط، هذا غير الخيط، وشوفوا كيفاش بجا راه جا. انا بعدا تبارك الله ما شاء الله بهرني ما شاء الله، الله يبارك ليها. المهم غنحاول ندور الكاميرا ونوريكم الموديلات موديل بموديل باش تشوفوا معايا. نبدأ لكم البنات باول موديل اللي هو هذا الكحل، هذا هو هذا الوجه ديالو. بصراحه البنات جا واعر، جا فن فن فن. كنتمنى الصوره ما كنشوفش شنو الصوره كيف دايره، كنتمنى الصوره تكون واضحه. كحل في الكحل البنات. وشوفوا شوفوا هذا الاخت باش طرزاتو بواحد لوين. هذا هو السلان البنات او المسلول، شفتوا كيف داير. ما نكذبش عليكم الله يعطي الصحه جميع بصراحه بجميع اي وحده كدير شي صناعه بتكون الله يعطيها الصحه. البنات هذا ما خدماتوش، الا شفتو غيبان لكم انه مخدوم ببرونز، يعني كيبان اللون بحال البرونز، ولكن تبارك الله ما شاء الله. انا غنشوف اللي لقيت هذا الريفيرونس ديال الخيط غنشري بحاله، ما لقيتش غنستاذن منها وغناخذ ليها هاد الجراره هادي. علاش جا واعر مع الكحل البنات، جا خطير جدا مع الكحل. ها هي حبيبتي، ها حويجك، ها جرارتك. قدرت نلقى اللون غناخذو، ما بقيتش غناخذ لك جراره. غنحاول نجمع هاد اول بياسه، نجمع هادي واحد السيده قالت لي واش كديري الشيكات؟ لا دابا راه كنكتب فيه شحال كيعطوني الناس وشحال الباقي. صافي البنات غنجمع ليها البياسه ديالها وندوزو للموديل الثاني ان شاء الله. بصراحه البنات جات فنه، جات فنه بزاف. هادو الكميمات ديالها، وهادي اختي الجريريره ديالك. صافي غنجمعها لك هنا، الا لقيت هاد اللون المهم تنتواصل معك في الواتساب. بصراحه البنات لاحظت واحد الملاحظه، هاد السيده حتى الكريب عندهم الكاليتي، الكريب ديال المدينه تحيه الناس اسفي، حتى الكريب عندهم زوين ماشي بحال الكريب اللي عندنا حنايا. انا غنقدر نعطيها الفلوس وتاخذ ليا حتى الكريب وتصيفطو ليا. هذا اول موديل البنات، غندوزو نكمل الموديل، نكمل حويجي لهاد الاخت بعدا. ندوزو الموديل الثاني اللي هو هذا، هذا البنات موف فاتح. ندور لكم الكاميرا، هو هذا الوجه.
غنطول لكم الكاميرا باش تشوفوا هاد التغذيه السلام كيبغي ضروري قميص تحت منه، يعني ضروري يجي قميص تحت منه. حتى هذا حتى هذه جات زوينه، يعني بحال هكا كيتلبس البنات، وكيبقى كيبقى اختياري، اما تنبتيها اما تخليها، يعني كل واحد الاختيار ديالو. الله يعطي الصحه لها. بعدا قلت لي انا كتجيب بالخيط، كتجيب داكشي مسوجي صراحه ما كتمحلناش. شفتوا الشكل ديالها كيف جا؟ صراحه كيجي راقي وكيجي انيق هاد الديكور ديال السلام اولا طرز ديال المسلول اولا السلام. بغيتوا ما تزيدوا عليه الحجيرات راه كتزيدوا عليه حتى الحجر، يعني بغيتوا تزيدوا عليه الحجر كتزيدوا عليه حتى الحجر. شوفوا معايا الخدمه ديالو، حتى هو نفس الشيء ونفس الخدمه. هنا غنجمعوا ليها نجمعوا ونديروا لها الساشي. هادو الكميمات وهذا الخيط اللي شاط. غندوزو الموديل الثاني، هذا شكل اخر في السلام البنات. هذا الوجه هو هذا، هذا على شكل القباس. ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. هذا حتى بالصم جا زوين البنات، بالصم يعني كتشوفوا البنات واحد باقيين موديلات اخرين ديال السلام البنات جايين. حتى بالصم جا زوين، هاد اللون كيعجبني بزاف بزاف، يعني حتى القبيبات جاو زوينين، حتى الشكل ديال القبات جا زوين. غنقرب لكم نحاول نقرب لكم باش تشوفوا. هانتوما هذا الشكل الاخر اللي بالصم، هذه مخدومه بالصم البنات شفتوا، مخدوم هذا الموديل بالصم، مخدومه البنات هذا بالصم، حتى بالصم جا زوين. شفتوا الشكل ديالو، مخدوم فيه الدوبل ومخدومه هذه القبيبه صغيره في الكمين. يعني الكميم بجوج البنات. حتى هو غنجمعو، حتى هاد السيده البنات مصيفطه الثوب مسوجي مقاد مصايب، يعني ما بصراحه ما سمحلناش. من الاحسن البنات بالنسبه للثواب ديال الحرير ولا الكريب الا فصلتوهم، احسن حاجه ديروا لهم السوجي، احسن حاجه ديروا لهم السوجي مباشره. هذا اختي ها الصم ديالو اللي شاط ليه، يعني خدمنا به، ها اللي شاط الصم اللي شاط هو هذا. قبل تخدمي به شي حاجه واحده اخرى تاهو غنجمعو. صافي البنات غندير فيه حتى هو الخيط ديالو بهاد الطريقة، صافي غنلصقهم. صافي البنات هي الطريقة باش كنجمع بها الكوين هنايا. وندوزو الموديل الأخير لي حتى هو اللون الأسود عشاق اللون الأسود. بغيتكم تبانو في هاد اللحظات، هذا حتى هو يعني موديلات كلهم سلام، قلبي الوجه هو هذا. هذا البنات الا دات الا دار فين هو الوجه، هو هذا صافي. ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديال هذا الموديل حتى هو كيجا. هذه هي الرشمه اللي كتلبس ام وهاب البنات، اللي كتشوفوا ام وهاب لابساها ديال السلام، هي هذه هي هذه.
كتجي زوينه حتى هي بالصم. ها وحده خدمها بالصم برونز، وهذا بالصم صفر، ماشي داك الصفر الناصح، هذا بحال الصاري، بحال كارتي، ماشي كارتي، صاري. واحد الصم عنده واحد اللون زوين، وبصراحه تواتى بشكل جميل الخيوطه، تواتى بشكل جميل مع مع اللون الاسود. هذه هي الرشمه البنات اللي كتبان لكم امها بلابسها، راه هي هذه غير زيد عليها الحجيرات الوسط، نزيد عليها الحجيرات في الوسط ديال الرشيمه. هادو القدام، ونوريكم الكميمات. البنات اللي كيسولوا اللي بغى لكم كميمات، راه يعني كيكون زيد الثمن على انك تخدمي غير الدوفون بوحدو. الله اكبر، ها انتما البنات، هذه الرشيمه اللي درت لها في الكميمات. حتى هذا الشكل هكا تقدر يجي في القدام ديال الجلابه بحال هذا، معين معين فوق معين، يعني جوج معينات بحال هكايا. البنات تنبس بحجيرات تجي زوينه، يعني في بلاصه هذا البيص الخاويين تنبس بحجيرات تجي زوينه. صافي حتى هي غنجمعها بصحة موالينهم. بالنسبه للناس اللي بغاو السلال، يعني عندك السلان وعندك الرنده، يعني راه واحد شويه ما نبقاوش نشدو الكوموند ديالهم، حيت ملي غيقرب رمضان صافي كلشي المعلمات صافي كيشدو القياس ديالهم وكيحبسو، ما كيبقاش يبغوا يخدمو. حتى هما نجمعو ليها بصحة موالينهم، بالصحة والرخاء، يلبسو ويعاودو ان شاء الله بطولة العمر، واللي غادي الحج ولا العمرة الله يديها على خير. وما تنساش تدعي معنا، الله يسهل علينا وييسر لينا ويحفظ لينا الوليدات ديالنا ووليداتكم، حتى نتوما البنات هذا الظهر ديالها. حتى هي غنجمعها ليها الساشي. بقى عندي بياسه ديال الخبز الرباطي، وباقي شي حاجه ديال الرباطي، بغيت نجمع كلشي باش الا شفت الان ولا نقدر نمشي جوج مرات، ماشي مشكل. الا كان نعيط المواليد هادو الا كانوا مزروبين بهم، نقدر نديه لهم وسط الاسبوع الجاي، ندي لهم نديهم لهم الامانه. ها الخيط اختي اللي شاط عليك، ها هو حتى هو وسط من وسط من صافي البنات. هادو هما الموديلات تاع السلان، يعني صافي الحمد لله هما واجدين. يعني غنحاول هذه ديال هذه حتى الوراق بحال كيف كنديرو البنات، هادي الطريقه ديالي، يعني راه النظام هو كلشي. وهذه الورقه ديال هادي، وهذه الورقه ديالو هما هاد. صافي البنات، كانوا هادو هما الموديلات تاع السلان اللي كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى بالنسبه واحد الحاجه مهمه البنات، بالنسبه للناس اللي درت معاهم السبت يجوا عندي، كنتمنى الا قدرتوا تجوا عندي السبت الصباح، راه كيجوا في مواعيد ما كتكونيش عالمه عليهم. عندي واحد الموعد ضروري خاصني نمشي ليه، خاصني الجوج ونص نخرج، يعني الناس يعني غنكون من العشرة الصباح حتى الجوج قد قد. الناس اللي بغيو يجوا عندي السبت انا غنكون من العشرة الصباح، يعني الصباح كله غنحل، غنحل العشرة 11 12 الوحده الجوج. صافي البنات غادي نسدو نمشي لهاد الموعد ان شاء الله اللي غنمشي ليه، يعني خاصني الجوج نكون في البلاصه اللي المهم ان شاء الله دابا تعرفوا. كنتمنى البنات هاد الموديلات هنا من اعجابكم، الى عجبوكم نبقى نبارطاجي معكم اي حاجه خدمتها البنات، سواء رباطي ولا سلام ولا اي خدمه خدمتها نبقى نبارطاجيها معكم. كنتمنى يعجبوكم، وكنتمنى الصحه والعافيه لجميع الصناعيات. تبارك الله ما شاء الله، راه كيبدلوا واحد المجهود وكيبدلوا ماشي سهل انك تسلي خيوطه، ماشي سهل انك دير لي هاد الحساب، راه حساب، راه واحد مازال حنا في الطرز البنات راه ما عندناش، تحتر شنو كترشمي بالنسبه للسلال وداكشي اللي فيه الحساب ولا الطرز الحساب، راه زعما الله يحسن عونكم. كنتمنى لا فيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، السلام عليكم، وكنتمنى تسمعوا النداء ديال الناس اللي درت معاهم السبت يجوا عندي الصباح. الناس اللي درت معاهم السبت حيت انا بقيت عقلت على شكون اللي عيرات شكون اللي معيرش الصباح، ان شاء الله انا ابتداء من الصباح حتى للجوج وراني في المحل. يلا البنات السلام عليكم، كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، وكنتمنى لكم السعاده والهناء، والى اللقاء ان شاء الله.